عقد عبر إخلاصهم وأدائهم العالي. من النادر رؤية جيل من اللاعبين في نفس الفريق كراول، لياندرو، موزر، جونيور، أندرالا، أديليو، زيكو، ليكو، فيتا، مدهش. يحصل ذلك كل 100 عام. كانت تلك الحقبة الذهبية لفلامينغو آنذاك. فلامينغو الحالي لا يزال في طور التأسيس، إذ إن شبح عام 82 لا يزال يسيطر عليه. خسارة مخيبة للأمل مقابل فاسكو في نصف النهائي المحلي، وهذا يعود إلى مهارة العضو السابق في فلامينغيستا إدموندو. إدموندو لديه عادة سيئة بإحراج فريقه السابق، ومهاراته الهجومية بتسديد الأهداف حطمت كل فرصة لفلامينغو. حاملا الكاريوكا في قلبه، كان إدموندو يستمتع بتعذيب الفلامينغو. عندما نخسر أشعر بالإحباط تماما ولا أستطيع العمل في اليوم التالي. فلامينغو هو السحر، المعجبون فقط بفلامينغو مثلي يفهمون ذلك. إن الأمر يتعدى الذهاب لمشاهدة المباراة، إنه كالدين تماما. بالنسبة إلي إن قميص فلامينغو هو كجلد ثان. بينما الأوروبا هو رمز الفلامينغو، فإن بيريكيتو هو رمز البالميراس. ورغم أنه ليس متنوعا مثل الفلامينغو، لكنه الأكثر تنظيما، مع حشود ملتزمة ومهووسة تلحق به أينما ذهب. النصر ليس فقط متوقعا، بل مطالبا به من قبل المشجعين. بالميراس هو الرقم واحد. من أكثر المعجبين شعبية هو صاحب مطعم محلي يدعى إلياس، يقدم لزبائنه طبقا يوميا من المعكرونة والبالميراس. الشيء الوحيد الذي يقدره مشجعو البالميراس هو الهدف. هذه الحاسة تأتي من أصوله الإيطالية المتكبرة، وقد تأسس منذ 90 سنة، وكان يعرف باسم باليسترا إيطاليا، حيث أن هدفه كان جمع الجالية الإيطالية في المدينة. بينما كانت أكبر مبارياته تجري في ساو باولو في ملعب مورومبي، فإن ملعبه الصغير قد صمم بطريقة لائقة مظهرة دعاية كبيرة للراعي بارمالات، كونه أنجح وأعظم أندية البرازيل. غرفة الجوائز مليئة بالجوائز من مباريات دولية ومحلية. ومرة أخرى الوجود الإيطالي ليس ببعيد. إن هدفنا هو أن نظهر للعالم مدى الارتباط بين بالميراس وبارمالات. لم نحقق ذلك بعد، إن نجاحنا كان فقط على المستوى المحلي حتى الآن، لكننا سنكمل لتحقيق الهدف. كلانا نرى أنه استثمار بعيد المدى، وسينجح هذا الاستثمار عندما يوحد بالميراس وبارمالات جهودهما. الارتباط ببارمالات كان جيدا وسيئا للنادي، فوصول تبرعات ضخمة قد مكن النادي من جلب افضل اللاعبين الذين يساعدون على نجاح النادي. جالمينيا هو المثال على ذلك، انه صانع المباراة في الفريق الذي يتمركز حوله، لكن نجاحه ليس فقط في ادائه من اجل بالميراس، بل باتعاب النقل التي سيجلبها عندما يقرر بارمالات وليس بالميراس بيعه. منذ العام 1929 وحتى الآن، السبب الرئيسي لنجاح بالميراس كان بلا شك شراكته مع بارمالات. إن كرة القدم لديها قيمة كبيرة عندما نتكلم عن تسويق الرياضة. إنه استثمار رائع من أجل سلعنا، يعطينا ذلك المزيد من العروض للجمهور. كل ناد بحاجة إلى راع، لكنني لا أوافق على شرط الشراكة بين بالميراس والشركة المتعددة الجنسيات،
إنه اتفاق يناسب الشركة، والأرباح بالنسبة إلى بالميراس هي مؤقتة. يتم اختيار الفرق في يناير ثم تفكك في سبتمبر أو بعد سنتين على الأكثر. إن هذه العملية تؤذي قوة اللعب للنادي، وهي لا تراعي مشاعر المشجعين على الإطلاق. النجاح هو مجهود مشترك بيننا وبين بالميراس. لقد فهم النادي فلسفتنا، وقد أعطانا الفرصة لمعرفة كيف يتم العمل في بالميراس. إن اقتناع النادي ساعدنا على الاستثمار في اللاعبين وفي أسس الفريق. تحدثت الصحف كثيرا عن المنازعات مع بارمالات، عن مشاكل في التفاهم. الرئيس يريد مدربا معينا، لكن الداعم يفكر بشكل مختلف. إنه مستقبل كرة القدم في البرازيل وباقي العالم. على المستوى الوطني نحن نفتقر إلى بنية الأندية الأوروبية، والشراكة بين بالميرا وبارمالات جيدة وإيجابية أيضا. بالطبع إن الفريق الذي يرمز إلى أفضل ما في كرة القدم البرازيلية كان سانتوس خلال الخمسينيات وأوائل الستينيات، وكان يقوده بيلي الذي لا مثيل له. بقيت أسطورة بيلي، لكن حظ سانتوس تراجع، لكنه ظل يناضل من أجل الرجوع إلى ماضيه الذي كان منذ وقت طويل، عندما فازوا ببطولة العالم عام 61 و62 طبعا عبر عبقرية بيلي. بالرغم من الأوقات الصعبة التي عانى منها، فإن سانتوس يحدث تغييرا كبيرا بصورته عبر إعادة بناء المواهب المحلية لإعادة إحياء الماضي، حيث يمكن إيجاد بيلي آخر ليحسن اللعب. قاعة الجوائز هي شاهد على نجاحه السابق، حيث الألقاب المحلية وضعت بالقرب من الجوائز الأخرى التي فاز بها من أنحاء العالم خلال سنواته الذهبية. إن صفة الفريق كانت التفاهم والمتعة في اللعب معا. لا يمكننا التحدث عن سانتوس من دون أن نذكر بيلي. هذا مستحيل، فبيلي كان العبقرية بين كل اللاعبين. الجميع كانوا نجوما، وليس فقط بيلي. كان هناك زيتو، مينتاغافيو، ماورو، جيلمار، دورفال. فريق مؤثر. ذات يوم كنت هنا، فقال الدكتور جوا لأوزوريو فلابوا رئيس فريق باهيا إن باهيا لن يهزم سانتوس في كأس البرازيل. كان سانتوس حينذاك يضم بيلي وكوتينو وآخرين. في هذه الحالة يجب أن نأخذ سانتوس لتسوية المباراة. كان هناك أغنية تقول سنهزم سانتوس مع بيلي أو من دونه. تأثير بيلي على كرة القدم العالمية كان فوريا، من فتى موهوب بعمر 17 إلى الأكثر شهرة واحترافا، وكانت وسائل الإعلام تحبه، وقد خلق عطلا حيثما لعب، كما أنه خلق هالة حول الرقم 10 على قميصه، وهو الرقم الأكثر شعبية في أي فريق. بما أن شعبيته كانت طاغية، فإن الحكومة رفضت نقله إلى بلاد أخرى. كان بيلي عبقريا، كان لديه حسنات وكان يستطيع التحكم بالمباراة. كان لديه نظرة جيدة ويأخذ تسديدات الحرة، كان يسجل أهدافا، كذلك لاعب كحارس مرمى. بيلي كان لاعبا متكاملا ومتميزا وعبقريا. قضيت 35 عاما في هذه المهنة، وواكبت بيلي من اليوم الأول. منذ تقاعده رأيت لاعبين كثيرين مثل بيلي، لكن لا أحد منهم قد اكتمل. لعب سانتوس عدة مرات في أوروبا منذ بداية حياته المهنية. بهر بيلي الرجال والنساء والأطفال، بحيث إنه لا يستطيع إنهاء المباراة. كان يتم استبداله قبل نهاية المباراة، لأن الأوروبيين مع كل أناقتهم اجتاحوا الملعب ليحضنوه. الكل يحب بيلي والكل معجب ببيلي. كنت أواجهه في الخط الأوسط وكل فريق خلفي، وكأن هناك ضجة كبيرة. ثم فكرت،
الجميع يتحدثون عن كونك لاعبا بارعا، وقلت ذلك في نفسي، إذا كنت لاعبا بارعا فأرني ما يمكنك فعله، وخلال ثوان سجلوا هدفا لأنه أدارني لهذه الجهة ولم يذهب. إنه يستخدم دائما هذا الأسلوب ليفسح المجال لنفسه، ثم تخطاني بحوالي 10 ياردات، سمعته يصرخ هدف حتى قبل أن يسدد، وبالطبع أصاب الهدف. ولد في ولاية ميناس جيرايز وأحضر إلى سانتوس عندما كان في 14 من عمره. كان يوصف بأنه غير عادي حتى قبل ذلك الوقت، إن موهبته قد تم استغلالها للأسف من قبل التلفزيون المحلي الذي أظهر تقديرا ضئيلا لأرشيفه التاريخي. تم محو بعض أشرطة المباريات واستخدمت من جديد لتسجيل بعض البرامج. هذا ما كان يحصل لمباريات سانتوس وغيره لمدة 10 سنوات. إن ظاهرة مثله تحدث كل 100 عام. إن الهدف 1000 كان مذهلا. أفضل هدف بالنسبة إلي كان الذي سجلته في ملعب ماراكانا عندما تخطيت بالكرة 8 لاعبين من فلومينيس. كان هدفا يستحق تذكارا في ماراكانا، ولكن تم محوه. سانتوس يجب أن يقوم بمثل ما تقوم به أندية الاتحاد. إذا كانت قميصا تخص لاعبا أسطوريا، تؤخذ القميص وتوضع في الملعب كعلامة على الاحترام حتى لا يرتديها شخص آخر. مهارات بيليه لم تكن محصورة فقط بكرة القدم، فقد ظهر في عدة أفلام حيث برزت شخصيته. والآن هو رجل دولة للعبة، إنه وزير الرياضة البرازيلية حاليا، إنه سفير رائع لبلاده، وهذا تقدير للعبة التي خدمها جيدا. شعبيته استمرت وذكراه كلاعب مدونة في كتب التاريخ بسبب موهبة لا تضاهى. لقد كان هناك عدة ورثة لعرش بيليه، لكن الاسم الأكثر تداولا اليوم هو لرجل الريف رونالدو باعتباره رجل العام بحسب الاتحاد. أظهر رونالدو نزعة وشهية للأهداف التي برهنت على قيمته. 100 مليون دولار الثمن الذي دفعه انتر ميلان أدى